ولا يا رمزي تعرف ده ايه؟ اتكلمنا انا دولة؟ مش هو في رمز غيرك؟ لا ايه رأيك؟ ده ايه؟ ده تقريبا كده والله اعلم يعني يجوز تمثال. ايه كمية التشكيك ده؟ ما هو طبعا تمثال. انت فاكر سندوتش وعكون بتاكلهم يا طب نورني يا دولة. ايه ده؟ ده حتحور اله الجمال عند الفراعنة. يعني هو ده بقى اسمه جمال بقى؟ لا اسمه حتحور. يعني جمال ده ابوه؟ اسمه حتحور جمال عبد الستار. انا بكلم معاك ليه؟ انا بتكلم. اوعى ولا خلاص يا دول بقى. اهلا اهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما عندناش زباين. ما عندناش زباين ليه؟ انت بتكره الزباين ليه يا دول بقى؟ بس يلا اهلا وسهلا معلم فنطاس. معلم عادل ازيك؟ ازي صحتك؟ يا كنت غطسان فين الفتره اللي فاتت يا معلم فنطاس؟ اتفضل اتفضل اتفضل. ارتاح بس وهقول لك على كل حاجه. اتفضل. ايه كنت فين؟ هاخد نفسي وهرسيك على الفوله كلها. طب اروح اجيب لك كوبايه ميه تنشف بيها ريقك؟ يلا يلا. ميه ينشف بيها ريقه؟ انت عايز تبيع الميه في حاره المفنطسين؟ حلو حلو. ايه معاكوا بقى؟ مش هنبطل طرطشه في الكلام ولا ايه؟ على اساس ممتاز. دخل معانا دخل. ماشي يا معلم عادي. طبعا انت بتسال نفسك المعلم فنطاس كان غطسان فين الثلاث سنين اللي فاتوا دول؟ لا صراحه ما سالتش نفسي في حاجه زي. لا دي عاديه عاديه. طب ما تسيبه. ما تحيرش نفسك انا هقول لك. ايوه سيبه يا دوله بقى يحكي شويه يا عم. انا بقالي كتير قوي ما حدش كذب عليا. يلا اكذب. من ثلاث سنين ها وبعدين جالي خبر ان في مقبره في الاقصر الباب بتاعها مش عايز يتفتح. قوم انا بقى عملت ايه؟ قوم بقى انت خدت نجار ورحت معاه فتح لك الباب. بالظبط كده. خدت النجار وروحنا فتحنا الباب. قوم لقينا ايه اكيد بقى ذهب بقى وماس ومرجان وكوكتيل وحواوش وفلوس كتير. حواوشي ايه اللي في المقبره؟ بس يا غبي بس. لقينا باب تاني قوم فتحناه. لقينا باب فتحناه. لقينا باب فتحناه. هو انت رحت على الاقصر ولا رحت على الموسكي؟ ايه كميه الباب ده؟ النجار تعب جدا معاه. اكيد. ثلاث سنين بنحفر تحت الارض وفجاه يا معلم عادل لقينا نفسنا طلعنا على البحر في العجمي. ايوه كان بقى معاك بقى ساعتها مايو ولا الرحله ضاعت عليك بقى؟ ده اكيد طبعا طلعت من هناك بقى ايه مثلا باتنين كيلو بوري وسلطات ولا ايه؟ انا طلعت بدول. ايه دول؟ دي اكيد بقى كلونيا دي فرعوني بقى. هات بخه والنبي هات بخه. عايز بخه. دي ايه دي يا معلم؟ الدم الفرعوني ده اكسير الحياه. لون الاحمر ده؟ واكيد الاصفر ده دي مانجا فرعوني دي عويس الحياه. انا ما بهزرش يا معلم عادل ما بهزرش. انا بقالي ثلاث سنين بحفر في الاقصر عشان اطلع بدول من اسكندريه. طب ما روحتش لاسكندريه على طول يا عمي؟ قال لها يا جدع ما تسيبه هو يعني. ما هو من الاقصر لاسكندريه. انت مالك الراجل عايز غاوي فحر. عايز ايه مني طيب؟ الدم الفرعوني ده في ناس كتير قوي ليل ونهار بتبحث عنه ومش لاقياه. طب وده بقى محدش بيبحث عنه يعني مش مطلوب؟ من الاخر كده يا معلم عادل. شوف لك بيعه. ها شوف لك صرفه وليك النص. طب انا ايش ضمني ان البضاعه دي مش مضروبه مثلا؟ وعايز نعمل ايه يعني؟ اثبت لي انها صالحه للاستعمال الادمي. يعني اشرب شويه منها. ماشي. ايه 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 يا ابني الصوت اللي انت عامله ده؟ ما تشرب من غير دوشه. دول ما انا بصطاد المانجا يعني كده. ما هتصطادش ما هتصطادش. مش عايز صوت. طب اوطي الصوت اغرزها كده واوطي. ايه ده على اساس ايه انك انت بتسمعني اغاني يعني ولا ايه؟ خلاص يا دول اهو كده اهو احسن. ايوه. ولا من غير صوت ما تشربش. بص انا اساسا مشدود سيبني لوحدي كده. دوله هو المعلم فنطاس اللي هو صاحبك اللي جانا في البازار ده ماشي يعني ايه بقى فنطاس يعني؟ ما ليه ما سماش نفسه اي اسم تاني؟ فنطاس يلا فنطاس. عارف انت اللي هو الخزان بتاع المايه اللي فوق ده اللي بيبقى فوق السطح؟ ما ده اسمه فنطاس. طب هو ليه بقى المعلم فنطاس اتاخر؟ مش كان مديك ميعاد؟ مش عارف يا اخي تحس كده ان المعلم فنطاس
فص ملح وداخل. لا 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 مش حلو. خلاص اهو. مساء الخير يا شباب. يلا يا بابا يلا يا حبيبي. انت يا مش قايل لك ما تعرفش حد مشجر كده؟ انت تستهبل. دول انا اول مره اشوف القميص ده اهو. انا كل اصحابي كلهم كروهات. عادل انت ما عرفتنيش ولا ايه؟ عادل؟ لا 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 احترم فرق السن اللي بيني وبينك. قول لي يا انكل عادل، عمو عادل، حاج عادل. لكن عادل ايه ده؟ تا 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 تا. يلا حبيبي روح العب مع اصحابك اجري. انا فنطاس. فنطاس؟ ايوه. طب اديني اماره ان انت فنطاس. بأمارة البق اللي انا شربته من الازازه الحمراء وهو اللي عمل فيا كده. ايه ده؟ ده شكلك اتغير. تعالى اقعد اقعد. قوم يا ده رمز. ايه ده؟ ايه ده؟ بس 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 ما تلعبش في فنطاس هينقط عليك. بس شفت بقى؟ علشان ما كنتش مصدقني. يلا بقى انجز في البيعه. بس انت قعدت 3 سنين تحفر على ما لقيت انت الحكايه دي، فسيبني بس ابيعها لك على رواقه. ها ماشي موافق. بس انا بقى ايه هستأذن علشان عندي ميعاد في النايت كلاب مع مع مين؟ مع بوزتين. تشاو يا شباب. باي باي. تشاو تشاو. شفتوا عامل ازاي؟ ده بقى شاب خالص. ده كله دولة من بق واحد بس. دولة يعني انا لو شربت بقى بق من الازازه دي هبقى شاب؟ لا انت ما تبقاش شاب، انت تبقى شاب 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 شاب. طب لو شربت الازازه كلها بقى تبقى جزمه؟ يالا لو قربت من الازازه دي اقطع رقبتك. ليه دولة؟ الازازه دي جايه لي انا، اشرب منها بق واروح لفنطاس. يا عموره كل ما بتكبر بتصغر ولا ايه؟ عموما صغرت لك يا معلم. ايه يا بيبي الحلاوه دي؟ قميص جينز، تي شيرت مكتوب عليه مكسيكو، نيكلاس، حزحيز، صوره عمرو دياب منوره. يا امال ايه؟ لسه حالا كنت بكلمه. هو مين ده؟ عمورة. لا بجد؟ مش معقول كده يا بيبي. بس انا كده بصراحه هبتدي بقى اغير عليك وهبقى قاعده قلقانه بالشياكه والاناقه دي. لا لا انت ما كنتيش بتغيري عليا قبل كده ولا ايه؟ اطلاقا، كنت ببقى قاعده كده هاديه ومطمئنه. يا سلام يا سلام، على اساس ان انا كنت معفن. بركاتك يا فنطاس. ها شفتي دي؟ بصي بصي. ايه رايك؟ ازاي كده؟ ايه الحلقه اتعلمتها فين دي يا بيبي؟ ما اعرفش، انا صحيت من النوم لقيت نفسي بعرف ارقص الرقصه دي. واو. انت بقيت شقي طحن. يا 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 لسه 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 كمان هتشوفي هتشوفي هتشوفي. لسه الشقاوه كلها جايه. يا لا 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 مش حلوه اللعبه دي. بقول لك ايه، هاتي سوبر ماريو. هو انت بابا مش كبرت على الكلام ده؟ كبرت ايه؟ كل الشباب اللي في سن العلمك بيلعبوا سوبر ماريو، بس عمرهم ما وصلوا اكتر من ليفل 8. انا وصلت ل 12. يلا خالص. ايوه غير غير غير. يا نصبتي سودا يا لهوي. يا عيني عليك يا ملك بختك يا رانيا يا اختي. جوزك ما شاء الله بقى تافه قد الدنيا. عايزه اقول لك عادل اتغير قد ايه، بقى مهتم بحاجات غريبه، بقى عنده اكونت على الفيسبوك مسميه عادل الروش، بقى كل يوم يخش يغرد على تويتر، بقى مهتم بشعره اكتر من شغله. يا بنتي كان بوجه اطمنك يا حبيبتي، لكن خلاص واضح انه اتجنن رسمي. قول شوف يعمل ايه. ايه يا سناء؟ وقفي وقفي يا سناء يا سناء، خدتيها مني ليه؟ عشان تسمعني كويس وتبطل لعب. نعم اتفضل ارغي ارغي. ايه اللي انت هببته النهارده الصبح؟ هببت ايه النهارده الصبح؟ عمل ايه يا سناء؟ قوليلي. عاكس بنت الجيران وطلب منها على السلم، فاكر نفسه في اولى جامعه زيها. ايه عادل اللي انتوا بتعملوا ده يا عادل؟ انت اتجننت. انا ما عملتش حاجه، انا بس ما عكستهاش ولا حاجه، انا غمست لها كده غمزه واحده وبعدين اديتها رقم موبايلي، مش اكتر من كده يعني. ايوه عدي يا سيدي. ايوه يا ست هانم، مش انت حملت الاوردر على الابلكيشن؟ 60 دقيقه ويكون عندك. واسم بيه مظبوط بيه
الاسانسير عطلان ليه يا بواب؟ يظهر ان حد ساب باب الاسانسير مفتوح في الدور السادس، لازم حد يطلع يقفل الباب. وسيادتك مستني مين يطلع؟ تحب اجيب لك بواب يشتغل لك بواب يا بواب؟ والله انا الدكتور مانعنا من الحركه المفرطه، شوفوا حد يطلع يقفل الباب والا هجلع لك. استنى بس يا بشير، انت بتعمل ايه؟ انت كمان انت اتجننت؟ انت كده هتخسرني. ايه يا مازو، خلاص ما فيهاش حاجه يعني، ده برضو راجل كبير يعني، قصدي راجل بواب كبير، بواب كبير جدا يعني، ما تعملش عقلك بعقله بقى. خلاص انا هبعت الواد اكرم يقفله. هو اللي هيقفله وهينظف السلم ويلمع الترابزين ويطوق العربيات ويقلم الشجر. مش لاعب. ايه ده بقى، انت كل شويه تقلع بلط يا مالط. ايه ده، انت بواب غريب جدا. خلاص يا مازو، في ايه بقى؟ ايه ده، العماره هتطير يعني؟ بقول لك ايه، بعد ما تنفذ طلبات مازو باشا تطمني كده، لو اسرائيل المجنونه دي اتحركت تكلمني على طول. سامع؟ حس كده بقى، النهارده اول الشهر يا مازو بيه، عاوز مرتبي. ده اللي كنت خايف منه، لو وسيم كان هيدفع. اتفضل. حس كده بقى، النهارده اول الشهر، عايز مرتب يا وسيم بيه. ده اللي انا كنت مستنيه، لو مازو مش هيدفع. انا مش مديك 20 جنيه امبارح عشان تجيب بطاريات للريموت. ما حصلش. انت راجل كذاب، وانا ما يشرفنيش ان بواب العماره عندي يبقى راجل كذاب وغير امين زيك. انت مخصوم منك فلوس الشهر ده والشهر اللي جاي كمان. وابقى اطلع لستك شيماء القمر العسل، خد منها طلبات اليوم وهاتها لها. لا لا لا، ما خلاص بقى يا مازو بيه، الدنيا اتطورت والتكنولوجيا اتقدمت، دلوقتي فيها ابلكيشن تقدر تحمل عليه كل الطلبات اللي انت عاوزها. واسمها ايه الابلكيشن دي؟ بوابي. ايه؟ بوابي، وتحمله على الاب ستور. اطلع يا بسيوني، خد الطلبات بدل ما احملك انت شخصيا على نقاله ومنها على المستشفى. عنده حق يا بسيوني، ابلكيشن انت تليفونك كارت يا بسيوني. يا ملط يا بواب يا ملط، يلا يا مظمص يلا بينا. لمبة البنزين منورة، يبقى فول التانك. ماشي، امشي ورايا بقى لغاية البنزينة عشان مش شايف أي حاجة من غير النظارة. تافه، لو خبطتها هفلقك. غريب بيه، غريب بيه، دقيقة واحدة أطوق لك العربية أخليها لك بتبرد. وما طوقتهاش من بدري ليه؟ معلش يا بيه، كنت في السوق بقضي حاجات. بقول لجنابك ايه، كان في 3 جنيه بقيت حق كيلو بانيه جبتهم للحجه وما خدتهمش. وانت تجيب لها بانيه ليه اصلا بالاساس؟ يبقى جمع كله وحاسبك عليه اخر الشهر. وبالمناسبه، يبقى تقر شعرك وصبغه صبغه حلوه تليق بالعماره، وانا هبقى اكلم لك شريف بيه عزمي تخصص صبغه، وما تشغلش بالك بالفلوس. ربنا يخليك لينا يا سعاده البيع. بالمناسبه، الجاكيت هياكل منك حته. شكرا بيه، مع السلامه بيه، ربنا يعلي مراتبك يا سعاده البيه. الحمد لله على السلامه. طب بس روق 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 يا عبد حميد كده واهدى. قول لي بس، فوبيا الخوف من الجبنه دي من الجبنه عموما ولا من نوع معين من الجبنه؟ كلها يا دكتور كلها. انا بخاف من الجبنه الاسطنبولي، الجبنه الفيتا، الجبنه الشيدر، الجبنه الرومي، انا بترعب من نيستو. غريبه، مع ان النيستو دي مثلثات وطيبه جدا. لا 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 لا، النيستو شريره شريره. اخبار الجبنه القريش ايه معاك؟ لا، القريش بتفكرني بمرات خالي، ما بحبهاش. ده اهدى، بلاش قريش، بلاش قريش، حالتك صعبه جدا يا عبد حميد. انا هكتب لك على سندوتشات فاضيه وشاي بلبن الصبح، شاي بس ما تحطش لبن. انت يا دكتور القرد، انت قرد؟ في ايه؟ كلمتك 18 مرة ما بتردش ليه؟ ايه ده؟ هو انت اللي نمرتك اخرها 800؟ ايوه، اللي اخرها زفت. لا مؤاخذة، اصل انا مش مسجلها عندي وما بردش على ارقام غريبة. وهي اللي بتتعالج عندك تبقى غريبة؟ بتتعالج عندي؟ هي مين دي اللي بتتعالج عندي؟ انا امال امي. امك ايه؟ في ايه؟ اهدي اهدي يا مدام اسراء، واضح ان في سوء تفاهم. مدام اسراء، انت محتاجة نظارة نظر، اللي بيتكلم معاكي ده دكتور ايمن. عارفين يا دكتور القرد؟ هي ايه حكاية القرد؟ انت شايفاني قاعد في جبلاية؟ هو انا شايفاك تهيؤات بصرية، واضح ان في سوء تفاهم. انا اللي بتتعالج عندي اختك مدام شيماء، بس لو انتم معتبرين نفسكم واحد انا ما عنديش اي مانع، العيادة عيادتكم. انت بتجيب سيرة اختي؟ انت بتشتمني باختي؟ لا والله ما جبت سيرة شيماء، لحسن تسمعنا.
انت لسه قاعد هنا يا عبد حميد وانا بتهزق؟ يلا قوم روح بسرعه وما تعديش من قدام اي بقاله جبنه تشوفك. ها ركز في اللانش وخدها جري لحد البيت. خد اخلص خد بايدك ارتاحي. يلا ارتاحي 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 يا مدام اسراء. وبتتعالجي عندي بقى بقالك قد ايه؟ 6 سنين ضاعوا من عمري وانا بتعالج عندك يا فاشل يا دكتور القرد. القرد ضحكت عليا وقلت لي بالكتير شهر وسيم يحبك وتخفي، ولا حبني ولا تزفت خفيت. وسيم ما يحبكيش انت؟ لا ده مستعد يبيع اعضائه علشان يجيب لك صباع روج. ده عنده استعداد يشوح اعضائي ويحطها في سندوتش وياكلني كده. وسيم اهم حاجه في حياته اللعبه، اهم من ابوه واهم من امه واهم من عياله اللي ما بيشتغلش الا يومين وبيريح باقي السنه. انت متاكده ان انت بتتكلمي على وسيم مش مازو؟ هو انت ما بتركزش ليه يا دكتور الكلب انت؟ لما انا كنت قرد من شويه. هو انا شايفاه كلب. التهيؤات البصريه شغاله. طب انا هعيد لك السؤال تاني. انا بسال انت بتكلمي على وسيم ولا مازو؟ مازو. يا ريت كل الرجاله زي مازو وحلاوه مازو واحترام مازو. يا بختك يا شيماء. مدام اسراء احنا اخوات. ما تقولش اخوات. خلاص اعتبرينا قرايب. صارحيني انت مبلبعه حاجه جايه تحلو عليا وتعلي هنا في العياده صح؟ احلو حلاوتك حلاوتك في ايه؟ حلاوتك في ايه؟ حلاوتك نهار اسود. انا هوريك حلاوتك حلاوتك حلاوتك. الو حلاوتك. الو حلاوتك. الو ايوه مستر وسيم. انا دكتور ايمن. ما انا عارف انك دكتور ايمن، ما انا مسجل النمره. مدام اسراء عندي في العياده هنا وعندها اوهام اضطرابيه جامده جدا وبتدكدك العياده وبتقول ان انا بعالجها بقالي 6 سنين وبتتهمك يا نجم الرومانسيه ان انت لا معبرها ولا طايقها. طبعا مش طايقها. هي دي في اي حد طايقها؟ بقول لك ايه، تبقى عملت خدمه لاخوك وليك حلاوتك لو اديت لها اي منوم كده اللي هو بينيم الناس سنتين ثلاثه. دي قرفاني زن. زن مين؟ انا بتكلم على مدام اسراء. مش شيماء يا سيدي. ما انا عارف ايش جاب لجاب. انت بتقارن اسراء دي بشيماء القمر الكيوت؟ يا ريت كل الستات زي شيماء. طب اسمعني اديني ايدك. خدي اهي. بص يا مستر وسيم، انا بفتح العياده 7 ايام في الاسبوع باجز الاربع. هفتح لك العياده الاربع، انت ومدام اسراء تشرفوني وتنوروني في العياده. انا ممكن الحقك لو اديتها الحقنه دي، عارفها اللي بتنيم الحصان؟ حلاوتك يا دكتور. حرام عليك حرام عليك. الحقني يا مستر وسيم. اهي اللي في المثلث ده. بصراحه انا مش مقتنع بكلام حضرتك خالص. انت مش جاي عشان تقتنع، انت جاي عشان تتعلم، وانا بقول لك العلامه دي معناها ان انت توطي الكاسيت او تغير محطه الراديو. ولا يا مستر وسيم؟ بالظبط، حتى هتلاقي انها شبه الاريال شويه. اما العلامه دي فمعناها جهز الرخص لان احتمال يبقى فيه لجنه، وده شكل البوكس الاحمر. او تنفخ العجل. ولا يا مستر وسيم؟ لا لحظه، طب ودي؟ انا دي بشوفها كتير قوي على الدائري. دي ايوه معناها اخطفي الحته الجايه عكس او اركبي التاكسي. نعم بس كده ممكن يودي في داهيه. لا معلش، لو عايزه تروحي في داهيه بنتبع العلامات. اوكي نتبع الاشاره دي. حيلك حيلك ايه يا زعبوب الليل الحزين داخل كده هرهور من غير بواب؟ لو عايز تسجل اسمك في كرسي السواقه هناك في الهرهور بره. اسجل ايه يا بني ادم؟ انا هنا صاحب المدرسه. وانتوا مين وجايين تعملوا هنا؟ انا وسيم السريتي. وانا جميل جمال زعنوف البحر الحزين. تيو تيو تيو. انت بتعمل ايه يا جميل؟ يا جميل بطل غباء، اعمل حاجه واحده صح في حياتك يا اخي. ايوه انا استخبيت في ايه؟ معرفش، هو بيقعد يقول لي ساعدوهم كده وخلاص. خلاص يقول لي ساعدوهم كده، قول لي انا استسكيت في ايه؟ يا سيدي انا مش شايف من غير النضاره اعذرني. وانا مش شايف بالنضاره اعذرني يا اخي. وبعدين انت كده مش بتقلد سعدون، انت كده بتقلد اسماعيل ياسين. اعمل ايه؟ ما هو اداء اسماعيل ياسين في جسم سعدون، بيجيب كلمه من الشرق على كلمه من الغرب ويعمل بيها جمله مفيده. انتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ احنا جايين النهارده نشتغل مكان مازو سعدون. اصل مازو الدين حسين ابوه مات، اتهرهر اتزعنف خلاص، وسعدون صاحبه زعنوفه مرضيش يسيبه زي ما انت عارف. هو مازو ده ليه كام اب؟ هو ايه اللي ليه كام اب؟ هو اب واحد. احنا بنقول اي كلام في افعى اللام. كده مش اب واحد، كده ليه 7 اب، ده 7 اب يموتوا يا ابن اللعيبه يا مازو. عموما انتوا جيتوا في وقتكم، انتوا شايفين الدنيا متكربسه ازاي؟ ها انا معتمد على الله وعليكم على اذنكم. مع السلامه يا معلم الدين حسين. ما ترخيش معاه بقى يا جميل. يا جميل انا جالي كراب. اعمل ايه يعني؟ انا جالي كراب. اعمل ايه؟ حماده مش هيدخل على الفيسبوك بتاعه الا لو كانت موزه. انا ممكن اعمل لكم حساب موزه واحط صوره واحده من صور الموزز اللي عندي. البت اعتماد حلاوه بني عيل حيحان وراشق في اي انتاج. ولما يطلب نمره تليفونها هنرد عليه ازاي يا خفيف؟ هنا بقى
يجي دور انا. الو حمام البني. حميدة. ليه يا راجل ألاقيه؟ انا لسه مستحمية. استهوى الله. وبعدين احنا اول مرة نكلم بعض. لا يا سيدي مش مرتبطة، مطلقة، اتجوزت 7 مرات واتطلقت مرة واحدة بس الحمد لله. ماليش نصيب. شقق ايه؟ ايه ده؟ فيلا ماشي مفيش مشكلة. بقولك يا حمادة، هو الصهد ده طالع من عندك؟ لا يا بيبي لا، اصل الكفر سخن الظهر. طيب بقولك هو لو كده نتقابل في ميدان جهينة، حتى نشرب 2 عصير يعني. لا بوسة واحدة يا حميدة، خليها بوسة واحدة. باي يا بيبي. جراي اخي ايري، وانا عمال اقول السهد ده جاي منين؟ عيب، ده انت ضيفي هتبات معايا الليلة. زنيقة زنيقة؟ فريرة. ولو وتأخر ليه؟ أنا مش فاهم أصلا هنقفشه إزاي وسط الزحمة دي كلها. يا عم أنا هكلمه على إن اعتماد حلاوة هيجي نخطفه نسلته من وسط الناس. يلا اتكلم. ماشي اصبر بس. إنجز. ألو حمامة بني. أنت فين يا بيبي؟ اتأخرت ليه؟ أنا خايفة الناس يتحبرشوا بيا. حول ولا قوة إلا بالله. مرعى أكتر عشان يجي بسرعة. أيوة حمادة، أنا معايا القميص الدانتيل الأحمر ده والشراب الشبيكة المخرم. ده أنا هولعك يلا. خف يلا شوية يلا خف. الحاجة واخدة بالها. والله العظيم يا رب. ليه يا أبوها بتضربي يا ماما؟ يا جدعان أنا بتضرب. يا ولا خليك معايا ركز هنا، ومعايا القميص اللي بينور في الضلمة، ومعايا شمعدان وشوكولاتة جالاكسي. تقول ليه يا إخوان؟ تقول ليه؟ جاي يا حمادة، أنت ما بتحبش الضلمة والشوكولاتة الجالاكسي ولا إيه؟ والله العظيم يا شيخ العيال دي باين عليها مش مظبوطه خالص. فعلا يا حاجه مش مظبوطين. يا كلاب يا جماعه انتوا مش فاهمين، والله احنا شباب محترم، بس احنا بنحاول نغري يعني واحد اسمه حماده بني كده عشان نشقطه. وكمان عايزين تشقطوا الشباب الطاهر في الشبكه بتاعتكم دي يا كلاب يا انجاز. جرايه يا معلم فين انت عمال يا كلاب يا كلاب؟ هو احنا بنهوهو قدامك؟ البلد لازم تتطهر منكو. انا متطهر والله. وانا كمان متطهر. انا عايز اتطهر. تعال وريني لو بدك. والهبشه جت في العبايه. يا ولاد الهرمي، هو ده القميص الاحمر والشراب الدانتيلا المخرق؟ تشاو. الشعب ده مؤمن قوي، ربنا يزود ايمانهم. كان لازم يعني تزودها كونه ادينا خدنا على ما خدهاش جون سينا نفسه. في داهية الهدوم تولع كده، اهم حاجه ان مفيش وش واحد فينا اتلمس. الحمد لله. صح فعلا الحمد لله. يا جدعان انا حاسس ان البلد عباله تضيق 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 اوعى علينا. خيري جزمه بتتسم اسود. الو ايه يا خيري؟ ايه انت عند حمادة بني دلوقتي؟ جنب دي مسخره. حلو صح. فين الزفت دي؟ بقول لكم ايه، اصحوا لا يغفلوني، اني حاسس انه في حاجه غريبه بتحصل. ايه يا معلم حماده في ايه؟ ما تقلقش، مين يعني هيعرف يوصل لنا هنا؟ هو انت في حد قطرك وانت راجع؟ ها؟ لا ده انا حتى كنت بشتري خله عشان علبه الخله بتاعتي كانت خلصت. المهم انتوا اكلتوا البت اللي فوق؟ ما تخافش، رمت لها شويه بواقي الفراخ اللي كلناها امبارح. انت اكلتها نايبي؟ ماشي ماشي يا دنيا. انت متاكد ان فيلا حماده بني هنا؟ امال ايه متاكد؟ هو انا كورك زيكم؟ بس انا لما حسيت بالاستخام من ناحيتكم مشيت وراكم لحد ما رحت المدينة. هوب بضرب عيني لقيت حماده بني.
انتوا مشيتوا من هنا وانا هطرته لحد المكنه دي. طب يلا نخش نخلص البيت مستنيني. لحظه انفعاليه اخرى متفاجئه. لا احنا مش عشوائيين، احنا لازمنا خطه عشان نقتحم الفيلا. الفيلا مليانه رجاله. طب ما فيش حريم. اه ليه الاقتحام؟ ايوه الاقتحام لازم من باب الفيلا ده يتفرتك حريص. ايوه هتخش طلقه نار على جوه تنقذ البنت عشان خلفيتك الرياضيه. انا هعمل اللي يريحني. هو ده المطلوب منك. كونه جزمه هتنط من البلكونه. وماله؟ طب وانا اجازه النهارده، انا عايزك معاك الرحله. بس يلا انا عايز، انا سخن ما تهمتنيش. متسرع. اهم لحظه في الخطه قاعده النشان، النعل في الوش. عشان النعل في الوش ما فيهوش معلش جايزتك اقوله. طب يلا يلا يا خير، انت اللي عارف الطريق. يلا بينا قدامي. يلا يا خير بسرعه. يلا يلا يا خير. قول انت بروح معاك. الله نعم. منزل العصابة الملعونة. ايه؟ ايه؟ دايلي كنابيني يا دايلي. ايه ده؟ الواد ساكن في حمام مغربي. تفوت يا نادين. يا نادين يا حبيبتي بتعمل ايه يا ابو زغلة؟ بتعمل ايه؟ قومي يا نادين. نادين انت لازم تعيشي يا نادين. نادين هاتوا البيت يلا ونزلوا ما تخافوش، انا مأمن الدنيا هنا. يلا استنى يا عم. يلا يا فين في الاوضه ولا فين يا جدع؟ اصبر بقول لك، في واحده مخطوفه ما بقاش مخها تخين. يلا يا عم اتنين. ايه ده انت معانا ولا معاهم؟ شكلك معاهم. انت كده طلعت برسمي اللي جوايا. بسم الله يا بلد. سيبنا كمل الحركة للآخر، أنت شكلك طيب من جوه، أنت شكلك شرير بس قلبك أبيض أنا عارف. أنتوا مين؟ إحنا اللي جايين ننقذك يا ماما. تعالى نرجعك يا ماما بسرعة. يلا قومي معانا يا حبيبتي. ازيكم يا حبايبي؟ حمادة كنتاكي. ايوه يا حبيبي يا بكتيريا يا حبيبي. ما بالراحة يالا شوية يالا. في ايه؟ اهي اهوكو. تعالي ده هفق. تعالي اهي. عايزها؟ ايوه تعالي خدها. ماشي. اخص عليك كهربا سد الفوكس. اهي اهي حمادة تعالى تعالى. اتهد بقى شوية يا حمادة. وصلت استقر حبيب قلبي. الخلة دي اللي بنقرش بيها كحك العيد. يا كونو الحق. ايه دي ما بتنطقش؟ لفها في ملاي وخدها بره على ما اخلص الساج اللي في ايدي ده. ولقيت ايه تاني في جلاب جوزك يا مدام؟ والله ما الماء
والله ايه، اعترفي بالحقيقه كامله، ما تخبيش حاجه، الراجل ده مجنون ومش هنسيبنا نطلع من هنا على خير. والله يا سلاء انا دورت في الدولاب يا استاذ عطو وما لقيتش حاجه خالص غير الحاجات اللي انا جايبها لحضرتك دي، واكيد اكيد اكيد البرديه دي هي السبب في تغيير عادل، بليز ساعدنا بقى. بما ان حضرتك يعني مترجم فرعوني كبير ومعروف وزائع السيت، ممكن حضرتك يعني ترانسليت اللي مكتوب عند حضرتك عشان تفيدنا. جوزك ارتكب جريمه بشعه فرعونيه. لا لا لعلمك انا لا اقبل، انا لا اقبل، انا هقوم له اكبر محامي فرعوني في المتحف المصري وهدفع كل الفلوس اللي حلتي عشان انقذه. حتى لو قومتي له من النوم توت عنخ آمون نفسه. جوزك شرب ازازه اكسير الحياه الحمراء كلها، ما سابش حتى بق لغيره. طول عمره طفس. ايوه طفس، انا ابصم على المعلومه دي. حتى واحنا صغيرين يا فندم كان بيشرب حتى اللبن بتاعي والسندوتشات بتاعتي. بس ده ايه علاقته باللي احنا جايين لك فيه؟ انت عارفه البرديه دي مكتوب فيها ايه؟ ايه مكتوب فيها؟ بس تونة بس تونة انا اراكشم بس تونة على تونة. الله هو عظيم بس وحياة مامي ما فاهمة منه كلمة. أنا هفهمك، جوز حضرتك شرب إزازة إكسير الحياة الحمراء كلها ماشي. ودي بترجع الشباب الضايع، بس المشكلة فين؟ إن مفعول الدواء ما بيقفش، بيفضل مستمر. رايح على فين يعني؟ أخرتها إيه؟ هيفضل يصغر أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. هو دلوقتي في الثانوي مظبوط؟ بس بأمانة الله ما بيفتحش كتاب. خايفة قوي يا دكتور الحسن يسقط فما يوصلش. أنا مش هدفع في جامعة خاصة، يخش جامعة حكومية ما يكملش علامه. قريب جدا هتلاقوه في الإعدادية، وبعد شوية في الابتدائية، وبعدين بعدين إيه؟ هيروح فين بعد الابتدائية؟ ما تخافوش ما تخافوش، أنا عندي الحل. الحل في الإزازة دي، إكسير الكهولة، هيرجع زي ما كان طبيعي تاني. بجد؟ طب على طول نضغطه له مره واحده اربعه. لا يجوز فرعونيا. ليه؟ ليه؟ لان الدواء اللي شربه جوزك لازم مفعوله يروح الاول عشان ياخد اكسير الكهوله. هي مش سايبه يا مدام. طب حضرتك قول لنا امتى ده بيروح عشان نشربه ده؟ لما المفعول يوصل لاخطر مرحله عمريه، مرحله الحفاضات، الكفوله. كفوله؟ ردعي يا سناء. شوطي يا رانيا. شطفي يا سناء. غيري يا رانيا. اخرسي يا سناء. اتوكسي يا رانيا. انت بتاعك شو حمام ولا ايه؟ بقول لك ايه فنطاس؟ ايه؟ شايف المزتين اللي هناك دول؟ فين؟ فين يا امال احنا بنصفر من اليمين من الصبح اللي هناك دول؟ انت ايه النظر لسه زي ما هو؟ يعني رجعت اصغر والنظر ما رجعش خالص؟ لا لا رجع رجع رجع. اه واو ذوقك يجنن يا دوله. البنت اللي على اليمين دي تجنن اخر حاجه. اه والبنت اللي في الوش دي تجنن اخر فيصل. عيب عليكم يا مراهقين، انتوا ايه دوله ده؟ طيب ما تروح تجيب لنا ارقام موبايلاتهم. ما تورينا شطارتك انت برنس الجيل. لا لعلمك انا ممكن اجيب ارقام موبايلاتهم بسهوله جدا. تراهن؟ اراهن. وريني. اربع دقايق ونص اكون جايب لك ارقام تليفوناتهم هما الاثنين. اوكي. ازاي يا دول ازاي؟ اصبر واتعلم يا عم رمزي. ها ماشي انا جاهز ريدي. يلا. ايه القمر نازل من انه كوكب؟ احنا نستظرف ولا ايه؟ اكيد مامتي كانت نحلة. ليه؟ عشان جابت العسل ده. اصبر اصبر. التايمينج كام؟ فاضل قد ايه؟ فاضل قد ايه؟ دقيقتين. انت ايدك بتترعش ايه؟ اصبر اصبر. انت بقى اكيد مامتك كانت بقرة عشان جابت القشطة دي. اشرب عسل يلا. اشرب عسل بنفطر بيه. عايز عيش؟ لا في ايه؟ لو سمحت مفيش حد في الكافيه ده يشوف اللي بيحصل ده ولا ايه؟ مفيش حد هنا في الكافي ده. في مش المفروض ان في هنا الكافي ده محترم يعني؟ قول كده يعني. هنجيب عيش يا رمزي وغيره. ولا مفيش رجاله هنا؟ غير ايه؟ الترابيزه دي عماله تعاكس فيها. يا دوله الحقني يا دوله. بس بس انا ما عملتش حاجه. هو اللي قال انا هجيب الموبايلات. عيب قوي. انا ما سرقتش موبايلات والله.
لا 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 النضارة لا النضارة لا يا دولا الحقني يا دولا يا دولا يا دولا يا فنتاس يا طاسة يا طاسة الحقني يا دولا لمستها لمستها وهي ماشية لمستها لا بقول لك ايه انا عايز البريني بتاعي كفيني الاول يا برنس ما اكفيك يعني ايه انت بتغش في اللعب انت بتغش في اللعبه يا عنتر عايز البريني بتاعي لا اما هقول لي بقى لمامتك طنط نجلاء هات هو انت كل مره تروح تقول لمامتي ابله نجلاء هقول لابله نجلاء طول الوقت هات بقى البريني بتاعتي عايز البريني بتاعتي خد ده انت طلعت عيل عيوطه 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 بس مش البليه بتاعتي انا البليه بتاعتي اللي هي النيكل الصيني كنت بعمل الناس بضمير والتقدير خسرني فيك خد مش هلعب معاك تاني عنك ما لعبت عنك ما لعبت خدت البليه بتاعتي خدت البليه بتاعتي احسن طب والله انا لعب معاك تاني احسن ياض احسن ياض يا فرحتي بيكي وجوزك بيلعب بلي وهو شحطي كده يا رانيا ده متدهول وخايب ونايب ده عنتر ما بهدله طنط رانيا طنط رانيا طنط رانيا بقولك ايه انا عايز مصاصه غير مصاصه دي اشمع الواد عنتر مع مصاصه كامله وانا مش معايا مصاصه كامله طب ما في ايدك المصاصه اهي مش حلوه اللي هي بتعمل البرتقال ده انا عايز واحده اللي هي بتعمل فراوله عايز ساعه واحده بتعمل فراوله يا طنط ماشي يا طنط هاتي جنيه اجيب واحده ماشي يا حبيبي بس انت يعني ليه بتقلد الواد العبيط دوت ده عيل انت كبير يا موكوس انا عيل منه يا موكوسه يا موكوسه انا موكوسه هو موكوسه يا طنط يا طنط يا موكوسه يا طنط موكوسه بس يا سناء قولوا فين يا سناء انت هتموتنا واحد واحد انا عارفه مش عايز صداع يلا دولا بقى ايه ايه بقول لك يا عم رمزي يا عم رمزي نعم عم رمزي الولد طاسه خد المرجعه بتاعتي هيلعب بيها شويه ويديها لك تاني ماشي سلام ما هو كمان خد العجله بتاعتي انا زعلت بقى منكم انا زعلت منكم انا هضربكم اهو بقى لا يا عم رمزي كل يوم اقعد اضربكم لا يا عم رمزي انت بتهرب مني لا لا مش بقى افتح ايدك انا ما عملتش حاجه ولاد ماما بتقول لك بس ايه ضربني بالراحه ضربني بالراحه حاضر حاضر يا ابن المفضل انا لسه مش عايز صداع مش عايز ضربوا ضربوا هدي نفسك يا مدام مش كده ايه اللي حصل تاني لا يا كابتن عطوه لا زمام الامور فلسعت من ايدينا خالص خلاص لازم حياتك تتدخل بشكل احتمالي لان انا مخي فلسع انا هقول لك كل ما جوزك صغر اكتر كل ما هنقدر نسيطر عليه اكتر اذا كان هو اصلا مش عارف يسيطر على نفسه هو وصل للدرجه دي واكتر من كده حضرتك اللعب متنطوره في البيت في كل حته حياتك 24 ساعه توم جاري مسالك حروف وضربت في بعض ودخلت كلها في نفس الزوايا بيتعامل مع عنتر على انه اخوه الكبير وكاتم اسراره لا ده كده لازم تشربيه اكسير الكهوله الازازه الصفراء ازاي بس ازاي اذا كان هو مطلع عيني حطها له في الرضعه حطها له في الرضعه عليك السلام ورحمة الله وبركاته عطوة في كلمة في قلبي نفسي أقولها لك اتفضلي ايه في ايه حرام عليك ايه بس بوظت أخويا ايه يا بابا ضيعت أخويا ايه بقى أنا أقول لك أخويا بيمص في صباعه عيل صغير اظبطهولي تخلولي راجل شايب عجوز على وش موت هرجعهولك تاني هرجعهولك قلت لي كده وكذبت عليا هرجعهولك يا شناء يا شناء عيب الراجل قد شتك عيب يا شناء يلا يا بنت يلا يا بنت رش ميه سيبها يا عادل سيبها ما تقلقوش
الحل في البرديه دي تاخديها وتنقعيها في 2 لتر ميه وتحطي عليها شويه ملح ومعلقتين بهارات فرعوني وزيت حار. حطي له شويه زيت حار وبصل اخضر. هاتي له بصلتين وتحميه وتخليه يخرج من الحمام على الاوضه 48 ساعه ما يشوفش شمس. طب لو عملت كل اللي انت بتقول عليه ده يا عطوه وفي النهايه الواد باظ مني وراح في حته تانية انا مش عارفاها، عارف هعمل فيك ايه؟ لا انتوا كده بتهينوا قدراتي اللا محدوده في علم البرديات. يا استاذه عطوه من فضل حضرتك انا عايزه بيبي بتاعي انا يرجع لي تاني، انا ولا عايزه عيل صغير ارضعه ولا عايزه راجل كبير اسنده، انا عايزه بيبي بتاعي زي ما استلمته مني بقى. حاضر يا هانم، هيرجع زي ما كان وتيجي تشكريني بنفسك. شكرا شكرا يا رانيا يا بنتي. انا ايه يا حبيبي، انا مراتك مش بنتك. قوم يا عادل بكره يفتكر ويقول لك كل حاجه صح. خلصنا الفيلم. تقلق قوي يا عادل. يلا السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم يا عم الحاج. باي باي. شكرين على مهلك. شكرين يا عم الحاج. مع السلامه يا حبيبي. على مهلك. السلام عليكم. انا هو بالراحه يا اولية. مين الرايه دي؟ عادل 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 عادل. لا يا بيبي. لا يا عادل انت كويس. انت كويس يا عادل. عادل 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 يا سناء. هيتكسر في ايدك يا سناء. هلو صباح الخير. بونجور يا جماعه، ازيكم؟ ايه العبط اللي احنا لابسينه ده؟ غريب. معلش اسمع مني التمثيل كده. الاستاذ نور الشريف رحمه الله عليه جالك فش في الكاركتر تاكل اكتر. يلا صباح الخير يا جماعه. بقول لكم ايه، مستر وسيم كلمني النهارده على التليفون قال لي ان هو ومستر باسوني تعبانين قوي خالص، عندهم سفره عشان كده ما جوش النهارده، وبعتوا بدلهم مستر مازو وغريب بيه. وبصراحه بقى انا عاجبني اخلاصهم قوي خالص. وانا قصدي وانا هحل مكان مسز اسراء عشان هي عندها سفره معينه زيهم. صباح الخير، معاكم مستر مازو المدير المؤقت للكومباوند والقائم بأعماله لحد آخر اليوم. ما تقول إنك مستر وسيم أسهل. أنا شامم ريحة لمادة فايحة في المكان. أنت اسمك إيه؟ شاكر سعيد المرح. طب أكون شاكر جداً وسعيد قوي ومرح خالص لو ما سمعتش صوتك لآخر اليوم. طب ما تقول لي إخرس أسهل. إيه الواد ده غتت قوي. لا سيبولي في، أنت اتجننت ياض ولا إيه؟ أنا أكلم شريف بيه عزمي يشحنه لك على طول، ما تشغلش بالك. استنى سيبهولي. شوف يا شاكر، انا صاحي دماغي مش فيا واخد علبه مسكن كامله عشان اقدر اعدي من الموقف ده. طب ما تقول انك مصدع. ولا انت حلك ايه يعني؟ انت وسيم كان بيعمل معاك ايه؟ ما كانش بيرد عليه. ايه ده، سامع صوت العجل؟ في صوت عجل جه. انت اسمك ايه؟ فرد امن فايق نص نص. يعني مش طول الوقت؟ لا انا فايق، ابويا نص وجدي نص نص، مش قوي يعني. طب شوف يا فايق، مخصوم منك 7 ايام عشان تتكلم بعد كده من غير اذن. طب ما تقول اسبوع اسهل. ولا ايه ده؟ هتتسكوا يا كريم؟ ما اشوفش وشه تاني لاخر اليوم. يلا تعرف ده صارفين عليه كام ده؟ خلاص بي كوايت بي كوايت. والكلام ليكوا كلكوا، اي حد هيتكلم من غير اذن هيتخصم منه 7 ايام، وهو ده النظام الجديد. ما هو ده النظام القديم عادي يعني. يا سيدي عارف، هو وسيم كان بيقول كده فانا لازم اقول زيه، وكان بيعملها كده فانا لازم اعمل زيه. ايوه كان بيهز دي. ما انا ما عنديش دي عشان اهزها، مش عارف. انا عندي واحده زياده اسلفها لك. اسمعوا يا جماعه، مازو بيه حط قوانين جديده عشان نعيش مع بعض في الكومباوند، اللي مش هيلتزم بيها مش هيعيش فيها. لو سمحت من فضلك، ايه هي القوانين الجديدة؟ يلا يا مازو بيه، قول لشعبك القوانين الجديدة. اقول ايه؟ مش انت اللي قلت؟ الواد كان بياخد منك اللقطة، انا قلت ارجعها لك. ايه العبط ده؟ غريب، وانا متلصم يا غريب. أول قانون إن محدش يسأل عن أي قانون. ده فايت كلاب يعني؟ فايت كلاب. وتاني قانون؟ لا تاني قانون مفاجأة هقولها لكم بكرة عشان ما احرقش كل المفاجآت النهاردة. يلا اتفضلوا على شغلكم. مستر مازو، انا بس كنت عايزه اعرف الكيدز اريا منين. انت اسمك ايه؟ شيماء. وانت يا بيسس شيماء شغاله هنا في الكومباوند وما تعرفيش مكان الكيدز اريا؟ معلش الصلاه، والله اول يوم ليا النهارده ومش عارفه. طب ما انا اول يوم ليا هنا ومستر غريب اول يوم. ما تعيطيش. عيط بقى. ما تعيطيش بقول لك. عيط بقى، ماليش دعوه. عجباني
صرمتك. ايه صرمتك؟ صرمتك الصرمه، الجزمه اللي انت لابسها عشبه اجلعها له. شكرا يا ملط. الحق يا مستر ناضو، في مشكله في الزي. في مشكله في حرف الجي؟ يعني ايه مشكلتك في الحرف؟ لا مشكله في المنطقه دي. مشكله في المنطقه دي واقفين بتتكلموا معايا؟ يلا بينا استنوا. ايه؟ يلا نكتب سطر جديد في حياتنا. وهنا ساسكت قليلا. ايه العبط ده غريب؟ ما انت كل شويه تقول ايه العبط؟ ما هو وسيم بيقول ايه العبط ده ما بين كل جمله. يلا بينا يلا بينا. يعني سمات شخصيه حفاظ على الكاركتر. يلا بينا يلا نكتب تاريخ جديد. حد عايز يكتب تاريخ جديد معانا؟ تاريخ جديد يا حجه، تاريخ جديد يابا. يلا تاريخ جديد والمترو، تاريخ جديد والمترو. بقى لي نص ساعه بشتغل، الواد مازو بيتعب برضه. مساء الخير. مساء النور استاذه رؤيه. ايوه ثواني يا استاذه بعد اذنك، ده دور على فكره. انا جيت الاول. اه دورك ايه وجيت الاول ايه؟ انت فاكر نفسك عند حلاق يا حبيبي؟ انت جاي يا حبيبي تتعلم السواقه، لازم تعرف اول درس في السواقه ان السواقه ادب. يا قليل الادب دي ست قد والدتك. اتفضلي يا مدام رؤية. اتفضلي اتفضلي يا ماما. معلش بقى الجيل الجديد هو اللي فين يا دي؟ الاولاد عاملين كده، هنعمل ايه؟ معلش. بص يا ماما رؤية، احنا هنتعلم النهارده اول درس ازاي نفتح العربيه ونقفلها بالريموت. نفتحها ونقفلها. بصي الريموت اهو، نفتح كده نسمع التكة، نقفل كده نسمع التكة. ها تجربي. ها شطورة يا رؤية، ايه الحلاوة دي؟ خلاص كده الدرس خلص، اشوفك الاسبوع الجاي عشان اعلمك دعاء الركوب. لا يا حبيبي انا ما عنديش وقت. اتفضلي بقى يا رؤية بقى اتفضلي، ما تصعبيش عليا. استاذ رضا المستعجل. ايوه. ايه يا استاذ رضا؟ مكتوب عندي ان بقالك 8 حصص بتيجي. استاذ مازو وصل معاك لحد فين؟ ده يدوبك بس علمني اطلع قدام وارجع ورا. بقيت شاطر فيهم جدا. اكيد مش هتعمل معايا زي ما بيعمل استاذ مازو. انا لا طبعا. ازاي؟ قدام ورا قدام ورا قدام ورا ورا. شفت؟ قلت لك يا فاشل هتيجي تاني الاسبوع الجاي، اشوفك الاسبوع الجاي. كده افترى على فكره، انت بتستهبل يا حبيبي. السواقه مفاجآت، ده غير ان السواقه ادب. يا قليل الادب. يلا نيكس. امجد ها تعال عليا. عالمي ارجع بقى ارجع. تعال بقى امجد عليا اسرع سنه سنه سنه. حلو قوي، ارجع بظهرك بقى بظهرك اسرع سنه. امسك بقى التليفون اعمله كده، بص الناحيه الثانيه كده عادي، تنح بقى وتعال عليا. ايوه ايوه بس الله ينور. الحصه خلصت، اشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. انا استفدت ايه؟ مش وانت بتسوق يا بابا هيبقى في ناس بتعدي قدامك الشارع؟ في اللي بيعدي وهو بيكلم في التليفون، في التنح، في اللي بيعدي بظهره. لازم الشخصيات دي تبقى انت حاسس بيها وهي بتعدي ولا ايه؟ صح. يلا اتفضل اشوفك الاسبوع الجاي. نيكست. يا جماعه يا جماعه الحقوني في ايه يا مدام عبله؟ في ايه؟ ما شفتش ابجح من كده. ده حرام سرق الذهب والالماس والفلوس كلها وقاعد بياكل فراخ. انا اولاد نتيت العنكبوت نتيت العنكبوت نتيت العنكبوت. قلت لك 100 مره ان انا بدل مستر جميل الاوفر. ليه هو جميل جاي الدوبلير؟ ايه العبط ده بني ادم؟ اوفر ايه اسمه؟ الاونر. هو اونر بس هو اوفر في الاصل. نتيت العنكبوت. انا بدل مستر جميل الاوفر لحد ما يرجع مستبر يا ايه. عجبني جنانك. لحضرتك كمان انا بغني يا ماما. يا سلام امسكوه. لا 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 ثانيه واحده. هي فين؟ هي فين؟ اهي اهي هفتح هفتح. بتفتح ازاي؟ قلت لك ذاكر. انت ايش؟ اجو اجو. لا لا بلاش ارجع كده. يا انتيت العنكبوت رايا سيع، محدش يقرب مني يا سيع. اللي هيقرب هلصده في بقه بيها رايا سيع. مستر مازو اتصرفوا من على المهزله دي، امسكوه. لا ضن سيبهولي. يا استاذ سعدون، جميل بيه حرامي اه بس ما كانش بيسرق بيته، فانت ما ينفعش تسرق بيتك. صحصح معايا. جميل بيه كان ذكي ما كانش غبي، فانت كمان لازم تبقى ذكي. ترى يا مازو وانا هعملها ازاي دي؟ هي زرار هدوس عليها ابقى ذكي، ثم انا لو اعرف ابقى ذكي كنت بقيت لوحدي من غير انت ما تطلب مني ولا تبهدل.
انت هتقعد ترغي معاه؟ امسكوه. لا لا ما حد قلت هعور، هذبح نفسي هذبح نفسي. طيع ما تتصرف يا مستر مازو. مستر وسيم لو كان هنا كان حل الموضوع ده في ثانية. ايوه قول لي مستر وسيم لو هنا كان عمل ايه؟ كان حله في ثانية. ايوه العبط يعني كان عمل ايه؟ عمل ايه؟ كان طلب البوليس يقبض عليه. ضن بص عدوي ما هو انا حاجة من الاثنين، يا ضحي بنفسي يا ضحي بيك، وانت عارف طبعا ان انا مش هضحي. هضحي بيا طبعا. لا وانا عارف احنا عشرة طويلة جدا طبعا. بس انت هتوحشني قوي. بس انا بحبك قوي قوي. غريب بيه عارف طبعا هتعمل ايه. بسيطة، انا هكلم شريف بيه عزمي وهيحل لنا القصة كلها. ايه العبط ده؟ مين شريف بيه عزمي ده؟ بواب في العمارة اللي قصادنا اللي فيها المغسلة. عارفه عارفه يا ملط يا ملط، وهتفضل ملط يا ملط. امسكوه. يلا يلا مازو. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة. هو الناس دي بتمسكني كده مازو؟ انت ماشي صح قوي في التحدي. هو جميل بيتسجن على طول، فانت هتتسجن هتبقى زي ماشي صح. لا لا جميل يتسجن ساعدوني ادير حساب، مش هينفع يتسجن. لا وقف لعب وقف لعب وقف لعب وقف لعب وقف لعب. خرج. ما تقلقش انا لسه محافظ على الكاركتر، مالتي زي ما انا. يلا بينا. يلا باي باي مس بابلا. باي. ليو 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 ليو. ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ما سلمتش الشغل مكان سعدون ليه؟ ابدا يا معلم الدين حسين، انا لقيت لا مؤاخذه الجو صحو وكستنائي كده، فقلت اكيد في عصافير بتتزعنف على الشجره واكيد هراهير جايه تتعلم السواقه. انت بتتكلم زيه بالظبط. ايه ده؟ على فكره عايز افهمك ان سعدون ده ما كانش بيعلم السواقه، سعدون ده كان جوكر فرود يعني. حاضر يا معلم، هتلاقيني فرود كبير قوي بعون الله، وهتلاقيني ارفع راسك. ترفع راسي ايه؟ كده محتاج كوريك. احنا هنهزر ولا ايه يا استاذ؟ لا مؤاخذه يا معلم الدين. يلا اتفضل حضرتك، هتحضر الفطار. بعد ما تحضر الفطار وصلت الصرف الصحه مسدوده، هتخش تسلكها. بعد ما تسلكها هتخش الحمام، الحنفيه بتاعت الحمام مفكوكه، هتربطها. لا يا معلم بعد اذنك يعني يا مؤاخذه، انا عايز اعرف طبيعه سعدون في الشغل ايه، عشان واضح ان سعدون كان مرمطون. سعدون ده كان بيشغل كل حاجه. اوعى تقول لي بينظف الحمامات كمان. من؟ لا لا يا معلم بعد اذنك يا اهلي، انا عندي خمسه لا مؤاخذه بيعملوا الشغل ده كله نيابه عني. يفتح الله. خلاص عموما هدور على حد غيرك. لا لا يا معلم الدين حسين، انا ممكن اخش هرهر الزعانيف واسلك المجاري كمان لو حبيت. يا معلم خمس طعميات في الصعنوف ده بس يكونوا مهرهرين. احلى خمس طعميات يا باشا، ربنا يعلي هرهير. الف هنا يا باشا. متشكرين. شرفت. الله ينور، احنا كده خلصنا اول حصه. حضرتك متاكد ده اللي المفروض اخده اول حصه؟ انا ما اتعلمتش حاجه غير فتح الكبوت. كنت بتعرف تفتحه قبل ما تيجي هنا؟ كنت بتعرف تقفله؟ ايوه. طب استنى بقى، انت عنيد قوي. كنت بتعرف تعمل الحركه دي؟ ركز معايا. ها ها. لا كنت بقفله عادي بصراحه. شفت؟ اديك كل ما بتيجي هنا بتكتسب مهارات جديده، ودي سياسه المكان عندنا، بنبدا من بره لجوه. مش بيقول لك العربيه دي رشه بره بعدين رشه دواخل وهكذا؟ لا ده كده عداكوا ازح. هو ايه ده؟ العيب. حضرتك كنت عارف المعلومه دي؟ بصراحه لا. احنا هنا جايين الدنيا كلنا نساعد بعضينا. الله ينور عليك. ماشي، عموما نشوفك الاسبوع الجاي عشان اعلمك ازاي تفتح باب العربيه، وعلى الاسبوع ال11 تبقى بتفتح باب العربيه وتخش وتقفل الباب كمان. طب وهنزل ازاي؟ لا دي بقى في الاسبوع ال12 بقى، ما تسبقش الاحداث، ما تبقاش طماع يا اخي. نورتنا. اتفضل اتفضل. انا بعمل مازو احسن من مازو ولا ايه؟ الشاي يا بهايم الشاي. تيوي تيوي تيوي.
ليوي 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 شاي زعنوف الليل الحزين. ألو ألو، سمعني يا جميل؟ ألو ألو، سمعك يا مستر وسيم. أنا على التردد، حول بقى بعد ما كنت بيه قد الدنيا أخدم على ناس معفنة زي دي. فو بس يلا، أنا استحملت عشان خاطر اللعبة. وعشان أنت حريف ودايماً الجوكر في أي مهمة. قوي، عشان متعلم من معلم كبير. قوي قوي. الشاي الشاي يا غبي، بطل غباء، اعمل حاجة صح في حياتك مرة واحدة. تفضل. هرهارينا يا ليالي، هرهارينا. سراء بنت المجنونة دي ما كلمتنيش ليه لغاية دلوقتي؟ زفت. اتفضلي. في حاجة يا ميسيس شيماء؟ لا ابدا. هيكون في ايه يا مستر مازو؟ اصلي شايفك بتبصي لي قوي. اصلي بصراحة يا مستر مازو، من ساعة ما شفت حضرتك يعني وانا بقول انك شبه جوزي قوي. ايه العبط ده يا ميسيس شيماء؟ انت جوزك اسمه مازو؟ لا، جوزي اسمه مظهر، بس الصراحة هو أمزز مظهر، ممكن يظهر. غريبة، يخلق من الشبه 40. نفس وقفتك ونفس بصتك ولون بشرتك. هو ممكن يبقى شبهي في حاجات كتير، لكن أكيد مش شبهي في الفلقة. فلقة إيه؟ فلقة شعري. فلقة شعرك؟ لا طبعا. أنت كمان على فكرة فيكي شبه من مراتي. إيه ده؟ معقولة؟ يا خبر، انا محرجه جدا ان انت طلعت متجوز. مازو كريم، انت ايه اللي جابك هنا؟ وبعدين فين باربي وفين الضفاير؟ ايه خسرت يا كريم. انا رحت المدرسه وما لقيتكش. انت لازم ترجع شغل حالا، لجنه المنحه جايه لك النهارده. يا كريم انت مش عارف انت بتقول ايه يا حبيبي، الغي الميعاد. ارجوك يا مازو، الميعاد ما ينفعش يتاجل، انت لازم تروح الشغل النهارده. يا ابني ما انا في الشغل، ما تقولي حاجه يا مس شيماء. هقول له يا رخالتك. رخالتك؟ انت اتجننتي ولا ايه يا مس شيماء؟ انا لا مش شيماء ولا مستحمله الهبل اللي انا فيه ده، وانا مس مجنونه وانت عارفني. يا مس شيماء انت كده هتخسرينا. خسرت انت كمان. نخسر ولا نتزفت؟ تغور اللعبه قصاد مستقبل ابني. بقول لك ايه يا مازو، فوق لي كده وفكك بقى من دور وسيم اللي انت لابسه ده، عشان مش عاجبني التلزيق ده من الصبح واتخنقت منه. بقول لك ايه، اخلص وروح مع الواد احسن، وديني اهد الكومباوند ده كله على دماغك النهارده. لا انت زودتيها قوي. فين الامن يا غريب بيه؟ ايه ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الست المجنونه دي؟ طلعوها بره. اطلع بره يا بواب الكلب. طب وديني وديني اللي انا هيقرك النهارده على الرصيف انت واهلك واللي يتشدد لك. ايه ده؟ دي بتقول لي بواب؟ عايزه توقعيني؟ لا انا مش هقع، انا هفضل بسيوني الملط وانا عامله صح. ايوه ست غريبه جدا جدا. ما تدخلهاش الكومباوند ده تاني. طبعا، ولا هي هتدخلنا العماره تاني. طبعا كده احنا خسرنا اتنين في حركه غبيه واحده. احنا مش هنكسب. بتخرج من الكاركتر، ركز في وسيم. انا خرجت من اللعبه وانا قصد اخرج من اللعبه، انت اللي هتكسبنا يا غريب. انا ده رؤيه ولا منام؟ اسمعني يا غريب، انا فكرت كويس، لقيت ان انا عمري ما هعرف اوقع وسيم وهو عامل مازو طول ما انا مازو عامل وسيم. انما لو عرفت ابقى مازو عامل مازو هقدر اوقع وسيم وهو عامل مازو. انت فاهم حاجه؟ لا مش مهم تفهم، المهم انا عايزك تفضل ملط لحد اخر التحدي. فاهم حاجه؟ لا لا ما لا لا في لا انا ملط. ايوه انا بسيوني الملط وهفضل ملط، ولو لبست الدولاب كله انا ملط. ايوه ملط، عشان انا بسيوني الملط ومش هقع ومش هخسر. ندخل بقى بعد كده على المطب الاسمنتي، والمطب الاسمنتي ده عاده بيبقى معمول عموله، وبيبقى اللي عامل المطب هو صاحب المحل اللي قدامه المطب الاسمنتي. ايوه، وده لازم نبعد عنه او نحاول ناخده بالجنب زي اللي قبله، صح يا كابتن وسيم؟ لا غلط، المطب ده بالذات لازم ناخده بسرعه لانه مفيد جدا. ده اي كلام على فكره. مش اي كلام. طب اقول لك حاجه، في نقر في اخر شارع احمد رابع عشان بيعملوا المترو، تاخديها على 80 بتشيل الهالات السوداء اللي تحت العين. بتفكري في ايه؟ روحي بتفكري في ايه؟ الوان مصوص شغلته سهله جدا. مش ممكن. ايه ده انكل وسيم؟ كريم العقل، ايه اللي جابك يا ابني؟ بكره شايل النهارده. اتفضل. عارف
بس لجنه المنحه جايه لي النهارده، انا كان مستقبلها هيروح المنحه تروح عليا. وانا مال اهلي انا، خليهم يجوا بكره. اتفضل. ما ينفعش يا انكل وسيم، هم اللي بيحددوا اليوم. بس تعرف مفيش غير حل واحد، وانت اكتر واحد تقدر تساعدني فيه. ايه هو؟ انك تعمل موزو. اعمل موزو؟ طب ما انا عامل موزو، انا عامله وحش ولا ايه؟ الشعر مش جاي قوي، طمني يا ابني قول. مش قصدي كده يعني، اقصد يعني انك تعمل ابويا قدامهم. ابوك قدامهم ايه؟ هنتكشف طبعا ونتهزق. انا مش شبه موزو خالص. ابوك يا ابني شبه ريتشارد قلب الاسد في فيلم صلاح الدين لما جاله انيميا، فاكره؟ ما تقلقش، هم اصلا ما يعرفوش موزو ولا عارفين شكله اصلا. انا اسف، انا عندي لعبه بقى، ما تقعدش تدوش لي دماغي، انا عندي بطبطه وحاجات. اتفضل بقى اتفضل. ارجوك يا انكل وسيم ارجوك، انت لازم تساعدني، ده انا هقبض بالدولار، دي فرصه ما تتعوضش ابدا. هتقبض بالدولار؟ ماشي موافق، بس بشرط. ما حدش يعرف ابدا صدقني. اي حاجه هتقبضها انا هاخد نصها. انا هبقى موزو للاخر. حتى انت يا مستر وسيم طلعت كده. انا مش كده يا ابني، ابوك هو اللي كده. انا اسف يا ابني، قصدي يا ابنه. فكر فكر. خالد غيرت ميه المساحات كده، درس النهارده انتهى، تيجي بكره بقى. اتفضل اتفضل فكر يلا. نيكست. يا دي النيله، انت غريب يا غريب، تعالى دور معايا على المفتاح، عينيا مش شايفه بيها يا غريب. انت يا زفت، انا مش بكلمك، مطرد. وسي يا ست من هنا، مش فاضي دلوقتي يا ست شوكار، انت مش شايفاني بساجل ارضيه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هو انا عينيا تعبانه للدرجه دي؟ انت غريب ولا بسيوني؟ يعني بسيوني لابس غريب ولا غريب لابس بسيوني؟ لا غريب غريب. تبقى بسيوني، امشي نجر قدامي وادخل الشقة، بلاش الفضايح اللي انت بتعملها دي، السكان هيقولوا علينا ايه؟ يا ريت تشوفونا ست آنم عشان يتعلموا يمسحوا رجليهم قبل ما يدخلوا العمارة بدل ما يزروطوا الأرضية زي انت ما بتعملي كده بالظبط. يلا خلصينا ست آنم. اوعى اوعى من وش كده، خلينا نركب الاسانسير. يختي اسم الله. اسم الله عليكي، شكشوكتي كانت هتقع مني. كنت متأكدة انك مسبوسة، قلت اعمل لك حركة كده صغيرة تعيش يا بوبولي وتسندني العمر كله.